السلام عليكم. قائد القيادة المركزية الأمريكية: نبحث عن تكنولوجيا جديدة لهزيمة مسيرات إيران. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا إن الجيش الأمريكي يبحث عن تكنولوجيا جديدة لهزيمة المسيرات الإيرانية. وأضاف كوريلا خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف يوم الخميس أن إيران تدير ترسانة من أنظمة الطائرات المسيرة التي تتراوح بين وحدات صغيرة وقصيرة المدى إلى وحدات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الحديثة. وأشار إلى أن إيران تعمل على بناء طائرات دون طيار أكبر حجما يمكنها أن تحلق لمسافات أطول مع حمولات مميثة بشكل متزايد. وأوضح أن واشنطن تنظر إلى هذه المسيرات بالطريقة نفسها التي كانت تنظر بها إلى العبوات المتفجرة بداية صنع إبان تواجد قواتها في أفغانستان والعراق. واعتبر القائد الأمريكي أن إيران تقوض الأمن والاستقرار الإقليميين والدولي من خلال قدرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، لافتا إلى أن المجموعات الموالية لطهران تهاجم بصورة روتينية قوات الولايات المتحدة وشركائها في العراق وسوريا. وأردف: إيران مستمرة في انتهاك العقوبات وإرسال الأسلحة للمجموعات التابعة لها عبر خطوط الشحن والمياه الدولية. وأكد كوريلا أن القيادة المركزية تستخدم حاليا زوارق مسيرة لرصد السفن التي تسلك مسارا غير معتاد أو مسارات مرتبطة بأنشطة غير شرعية والإبلاغ عنها. في الأخير، إذا كنتم من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.